السلام عليكم إخوة الأخوات، تبقى قناة إلكترو تكنور، مرحبا بكم. اليوم غادي نشوفو إن شاء الله دو بومب اللي غادي يخدمو ألتيرني بواحد لوغلوج بلو طون اللي بغينا حنا، يعني لا بومب أن تخدم واحد لو طون، لا بومب دو تخدم واحد تال طون، ولكن غادي نزيدو شي إضافات. المهم عندنا دو بومب، لورلوج الاولى غادي نخدمو بدوز اورلوج. لورلوج الاولى يعني غنحدو فيها الوقت اللي بغينا هاد لي دو بومب يخدمو، مثلا تخدم هادي واحد 3 سوايع في 24 ساعه، وهادي تخدم 3 سوايع في 24 ساعه، يعني توقف هادي تبدا خدام هادي. دونك غادي نخدمو غير هاد الانترفال دو طون واللي يخدم هاد الانترفال كله، يعني يبقاو لي بومب واقفين. دونك غادي نستعنو بواحد لوغلوج اخر، ودابا غادي ندوزو لشيما اكسبليكاتيف باش نعرفو هاد لو فونكسيونمون. دونك كيف ما العاده عندنا واحد ديجونكتور موتور، عندنا كونتاكتور، عندنا اون بومب، عندنا عاوتاني ان ديجونكتور موتور، وعندنا كونتاكتور، وعندنا لا دوزيام بومب، عندنا واحد ديجونكتور بور لاليمونطاسيون سيركوي كوموند، عندنا لورلوج 2، عندنا لورلوج 1، وعندنا واحد كوميتاتور 3 بوزيسيون، يعني بوزيسيون مانيوال، بوزيسيون اوتوماتيك، بوزيسيون زيرو، ان اوتر كوميتاتور تا هو بوزيسيون 1 مانيوال 2 اوتوماتيك زيرو، يعني تا بومب مخدامة. دابا غادي ندوزو الكابلاج. عندنا كما العاده فازو نوتر، اون اليمونطاسيون دو 120، غادي نبرونشيو النوتر هو الاول دي بومب، الجهه الاخرى كذلك غادي نبرونشيو النوتر ديال دي جونكتور سيركوت كوموند بور برونشي لي دو زورلوج اي لي بوبين ا دو ديال لي دو كونتاكتور. دونك من هنا غادي ندوزو ان شاء الله لا فاز، غدوز اترافير لو ديجونكتور موتور تاليمونتي لا بروميير بومب، دوزيام بومب نفس الشيء، دوز اترافير ديجونكتور موتور كونتاكتور اتاكي لا بومب. بالنسبة للفاز غدوز اترافير سيركوي دو كوموند، غادي تاليمونتي ليا لي دو زورلوج. حتى لهنا مزيان. دابا غادي نشوفو لا بارتي مانيال هي الاولى، دونك غادي نجبد واحد الكابل هنا الان، واحد الكابل هنا الان، بيان سور لا سورتي غادي تمشي ال ا ديال الكونتاكتور. دونك فاش نسد هنا لا بومب غادي تخدم مانيالمون. علاش كنديرو هاد السيركوي مانيال؟ يعني في حالة توقع لينا شي خلل في الهورلوج او هذا، ما يمكنش حنا نوقفو على الديماراج ديال هذاك الريسيبتور، دونك خصنا ندوزو اترافير لو سيركوي مانيال. لا ميم شوز ايسي، فاش غادي نسد الاه من هنا غادي تكسيتي ليا ا ان ديال الكونتاكتور ديال الدوزيام بون. دونك حتى لهنا مزيان. دابا غادي ندوزو للسيركوي اوتوماتيك. الاوتوماتيك غادي ناخذ واحد لاشانت غادي نديها لهاد الكونتاكت كومان ديال هاد لورلوج. هاد لورلوج هو اللي غيتحكم ليا في هاد لورلوج اللي غادي كوموندي لي دو بون. دونك هذا غنسميه اورلوج دو كوموند. غادي نكبر لكم باش تشوفوا الكونتاكت. دونك قلت كندي هاد لاشينت الكونتاكت كومان، عندي دو اوفر و 3 فيرمي. دونك نرجع معكم الاخوان، ديت هاد لاشيت هنا، هاد لو كونتاكت اوفر غادي نخرج منه وغادي نمشي للكومه ديال دوزيام اورلوج. نوضح لكم الاخوان، دونك هنا ما غنستعنش انا بهاد الكونتاكت فيرمي، غادي نستعين بالكونتاكت اوفر. دونك غادي نمشي من دو غادي نمشي للكومه ديال لورلوج تاني. هنا الاخوان من الخرج ديال كونتاكت اوفر غادي نمشي الاوتوماتيك ديال هاد لابون.
ومن الكونتاكت فيرمي غادي نمشي الكوميتاتور دو يعني الكوتي كومون اوتوماتيك ديال لا دوزيام بون. دونك تبعوا معايا الاخوان هنايا. دابا بغيت هاد لا بوم تخدم ليا 3 السوايع وهادي تخدم 3 السوايع. دونك اشنو غادي ندير؟ غادي نجي لهاد لورلوج دو كوموند هادي اللي كتكوموندي ليا فيها هادي، غادي نحدد داك الوقت اللي ما بغيتش هاد لي بوم يخدم. مثلا نقولوا من 6 الصباح ل 12 ديال النهار يخدموا لي بوم، ولكن من 12 النهار حتى 6 الصباح يكونوا واقفين. في هذه الحالة شنو غادي ندير؟ غادي نشد هذوك دونك 18 ساعة غادي يكون واقف لي بون، غادي نشد هذيك لورلوج وغادي انديكي الوقيته اللي بغيت نخدم فيها. مثلا من 6 الصباح ل 12 ديال النهار غادي ندخل هاد السنينات كاملين غادي يدخلوا ديال هاد لورلوج هاد. يعني ملي غادي توصل 6 الصباح غادي تسد هاد لو كونتاكت هذا. فاش غادي تسد هاد لو كونتاكت غادي يجي بالدور لهنا لهاد الكوما. الكوما خاصو يكوموندي ليا هاد لي دو بوم. في هاد الحالة شنو غادي ندير؟ بغيتهم يخدمو تخدم هادي 3 السوايع هادي 3 السوايع. دونك غادي نلعب على لي دون ديال هادو. هادي غادي تبدا مع 6 الصباح قدامك، هادي حتى هي 6 الصباح غندخل هاد السنينات هادو 3 السوايع. يعني سو كيفي غادي تسد هاد الكونتاكت اوفر، غادي اكسيتي ليا هاد لا بوم، غادي تخدم 3 السوايع. وفاش غادي نوصل نكمل 3 السوايع غادي يكونوا هاد السنين خارجين، غادي تسد ليا هاد لو كونتاكت هذا، هذا اللي كان نورمالمون فيرمي غادي يعاود يتسد لان هذا كان مسدود ملي كنت انا مدخل هاد السنين هذا. المهم غادي تسد هاد لو كونتاكت هذا، غادي يمشي الضوم لهنا، غادي يمشي لدو لانني ديجا انا مدور هذا الكوتي اوتوماتيك. دونك غادي تخدم لا بوم 3 السوايع خاصها توقف. شكون اللي غادي يوقفها؟ غادي يوقفها هذا لانه غادي يكون دوز 6 السوايع وصل دوك السنينات اللي خارجين، غادي تقطع الضوم اللي هنايا. يتقطع الضوم اللي هنايا هادي نورمالمون راه ساعه، يعني بحال الساعه اليدويه غادي تبقى الدور توصل 6 الصباح، هادي حتى هي غتبقى الدور توصل 6 الصباح وانسي دو سويت لو سيركوي غادي يبقى غادي هكا. المهم هادي فكره، بغيتي دير 3 السوايع، بغيتي دير جوج سوايع، بغيتي دير ساعه ساعه، المهم راه لو طون دو فونكسيونمون غادي تحدو هنا شحال بغيتي هاد لي بومب يخدمو، واش 6 السوايع، واش جوج سوايع، واش 4 السوايع، وكتكوموندي المسائل ديالك. دابا غادي ندوزو للشيما ابيتيال. الشيما ابيتيال كاين عندنا دو ديجونكتور، وعندنا دو بتي موتور ديال لي بومب، وعندنا دو كونتاكتور. في حالة إذا بغيتي دير دي موتور تريفازي ماشي مشكل، غتبدل غير هنايا فاز نوتر غتدخل تروا فاز. غادي نخدم بلوغلوج 1 لوغلوج 2. في هاد الحالة غادي نخدم لوغلوج 1 هي اللي غتحكم ليا في لوغلوج 2. عندي واحد ديجونكتور ديال لا كوموند، كيف ما العادة غندوز النوتر ديال لي كونتاكتور بجوج وديال لي زوغلوج بجوج. فوالا A2 عاوتاني في الجهة الأخرى A2، وعندي لا فاز غادي نأليمونتي لي دو زوغلوج، وغادي نمشي من واحد لاشين نمشي ل أه باش نديماري لي بومب مانيالمون. فوالا دونك مانيالمون شنو غادي يوقع؟ غادي تسد الكونتاكتور وغادي يدور ليا لا بومب. عاوتاني في الجهة الأخرى نفس الشيء، سد هذا غادي يمشي الضوم لهنا وغادي يمشي لأ أه، غايت إكسيت الكونتاكتور غادي يدور ليا لا بومب تانية. دابا غادي نخدم أوتوماتيك. أوتوماتيك شنو غادي ندير؟ غادي ناخد واحد لاشين غندير لها الكونتاكت كوما من هاد لو كونتاكت أوفر ديال لوغلوج أه. فين غادي نمشي؟ غادي نمشي الكوما ديال لوغلوج دو. لوغلوج 2 عندها ان كونتاكت اوفر وعندها ان كونتاكت فيرمي بحال الشكل اللي شرحنا في الاول. ال14 غادي نديها لواحد لابون ال2، و ال12 غادي نديها للدوزيام ديال كوميتاتور لو كوتي اوتوماتيك ديال دوزيام بون. دونك كتبان ليا الشيما واضحه الاخوان.
الفكرة وضاحت. دونك نتمنى الفيديو يكون عجبكم، تبارك الله عليكم، وما تنسوناش من الدعم ديالكم كما العادة.